أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية انتهاء فترة الترشح لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها المحلية 17 والعربية في نسختها 8، حيث تم استقبال 89 مشروعا تمهيدا للإعلان عن الفائزين نهاية شهر فبراير الجاري. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية. رحب بك أستاذة في نشرة الثالثة. بداية، ما أهمية جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة على المستوى المحلي والعربي كذلك؟ في البداية نمسي عليكم بالخير ونشكركم على الاستضافة، ويسعدنا تسليط الضوء على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة. وفي هذا المقام أرفع باسمي وجميع منتسبي الوزارة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بعظيم الشكر والامتنان على رعاية سموها السنوي للجائزة. هذه العام بنسختها 17 محليا والثامن عربيا، لا شك أنها تعكس رؤية سموها في تمكين الأسرة المنتجة وتعزيز قدراتها. وكذلك أشكر سعادة وزير التنمية الاجتماعية على دعمه اللامحدود لمشاريع الأسرة المنتجة. طبعا تتركز أهمية هذه الجائزة السنوية في تحقيق التنافسية والابتكار في قطاع المشاريع متناهية الصغر، أو نقدر نقول المشاريع المنزلية، ومنح أصحابها القدرة على التطور والتحول لريادة الأعمال عبر فئات الجائزة المختلفة. هذا النوع من الفعاليات يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين الأسرة المنتجة في المنطقة العربية، ويساهم في بناء شبكات تعاونية تعمل على توزيع تعزيز القدرات والمعرفة في هذا المجال. نعم أستاذة إيناس، كيف تقيمون الإقبال على ترشح لفئات هذه الجائزة؟ نعم، هناك إقبال واسع في المشاركة. تم إغلاق باب التسجيل للجائزة بمشاركة واسعة هذه السنة، وبلغ عدد المشاريع لفئة الجائزة الثلاث 89 مشروع على المستوى الخليجي والعربي، وهذه الإقبال الكبير فاق التوقعات، وهو ما يترجم واقعية الصدى الإيجابي للجائزة على المستوى المحلي والخارجي، ومن المتوقع زيادة عدد المشاركات في المستقبل. نعم، أيضا كيف يتم تقييم طلبات الترشح التي وردت لفئات الجائزة؟ بالتأكيد هناك معايير لديكم. نعم، جائزة هذا العام تختلف من ناحية الموضوع، وأيضا لجنة التقييم حرصنا أن تكون اللجنة برئاسة رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد صباح السلوم، وعضوية أكاديميين ومختصين في مجال المؤسسات الصغيرة اللي راح يقيمون المشاريع وفق معايير واضحة، وأتمنى التوفيق للجميع. نعم، نتمنى لكم بالتوفيق الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا لك.